مباشرة إلى الدكتورة ماجدة نصر، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة. مساء الخير دكتورة ماجدة. مساء النور يا فندم. تقييم حضرتك وتصورك لما دار في هذا الاجتماع الذي ضم رؤساء جامعات خاصة وحكومية مع الرئيس؟ الحقيقة كان لقاء أكثر من رائع، وأنا يعني في الغالب أن دي تعتبر من المرات القليلة، إذا ما كانتش هي المرة الأولى للجمع بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، وده يؤكد أن الهدف واحد في التعليم. والحقيقة كان اللقاء كما قال رئيس القائم بعمل جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ما قالوا، أن كان الهدف الأساسي هو الاهتمام وأهمية الجامعات وقدسية الجامعات والرجوع للدور الأساسي للجامعات. فطبعا كان يلفت النظر إلى سادة رؤساء الجامعات بالعملية الأمنية، ويتأكد بنفسه من استعداد لكل جامعة في المرحلة القادمة. وأيضا كان في نقطة مهمة جدا، وهو التطوير، التركيز على عملية التطوير والتطوير، حتى بنفس ما قاله سيادة الفخامة الرئيس، وهو التطوير الغير عادي، يطلب تطوير غير عادي ليس تقليدي أو تطوير بشكل عادي، ولكن تطوير في المرحلة القادمة يكون يرجع على المجتمع بشكل مفيد. الحقيقة ركز جدا جدا على إزاي إن احنا في أسلوب التعليم نغير، يكون يهدف إلى تغيير مفهوم الطالب وزيادة ثقافته وزيادة إمكانياته ومهاراته بحيث تتناسب مع احتياجات المجتمع الحالية. فالتركيز على عملية التعليم بأكملها، وتوجيه كل إمكانيات الجامعة للعمليات التنمية، طبعا أهمها تنمية المحور قناة السويس. نعم. ويكون الهدف التنمية من كافة النواحي. أشكرك. من خلال مشروعات تتناول كل جامعة، ممكن أنها تتناول مشروع يهدف إلى جزء معين، مشروع اقتصادي، مشروع سياسي، مشروع الثقافة الدينية. أشكرك شكرا جزيلا لضيق الوقت الدكتورة ماجدة نصر، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة. نأخذ فاصل ونرجع نكمل فقرتنا الإخبارية بإذن الله.